التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر في هذه اللحظات. تعلن انطلاقة أول أشواط الصعوب خصصة للإبكار ضمن انطلاقات السباق الصيفي للحلفة الذي نظمه نادي دبي لسباقات الهجن على أرضية ميدان سيف العرب. مباشرة إلى الصدارة يا أبو حسن، أتقدم مع المراكز الأولى مع الشاهينية حميد بن مطوع الظاهري، يتقدم على المركز الأول يظهر بشعاره ومع الشاهينية. المركز الثاني القدوم من شعار الهاشمي على المركز الثاني والثالث، يدفع بالثنتين، يدفع بالشاهينية والشاهينية سالم بن محمد بن سالم الهاشمي. المركز الرابع الشاهينية قادمة على رابع المراكز في هذه اللحظات، الشاهينية القادمة لمحمد بن راشد على ما أظن السبوسي شعاره على رابع المراكز. لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الظهر يا أبو حسن، إلى الظهر يا أبو حسن، إلى حميد بن مطوع الظهري على المركز الأول يقدم الشاهينية. الهاشمي قادم، الهاشمي قادم مع الشاهينية والشاهينية، والعزرة قادمة، علي بن سالم بن علي بن مخيت لكتبي قادم. اللحظات الأخيرة يا هي معركة، وينك وينك يلي تبغي النوعية، وينك يلي تبغي النوعية. ما شاء الله تبارك الله على الشاهينية، شوف الموكب يبريلها من ومن اليسار، هم جماهيرها. ها هي الشاهينية تتلفت يمين ويسار، سالم بن محمد بن سالم الهاشمي المركز الثاني قادم، شعار من يا اخواني هذا اللي قادم على المركز الثاني. هذه مجهولة، المجهولة قادمة، ولكن الهاشمي 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 واللحظات الأخيرة محمد بالقرين، شعار بالقرين هالساد، لكن عودة إلى الهاشمي، روح الهاشمي بناموسي هذا الشوط. سالم بن محمد بن سالم الهاشمي المركز الثاني المجهول لمحمد بالقرين العامري هالساد، وصلوا على المركز الثاني. سمحوا لنا يا هالساد، المركز الثالث اللي وصلت الشاهينية لسالم بن محمد بن سالم الهاشمي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، فإلا فلا. تهانينا والنابوس لسالم بن محمد بن سالم الهاشمي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. شعار بالقرين العامري وصل على المركز الثاني، كان وصيفا في بعض الأشواط، ونعتذر من محمد بالقرين العامري ومن هالي الساد كافة. تهانينا والنابوس للجميع. والتوقيت 2:15 هو توقيت الشاهينية. تهانينا والناموس لمالك الهاشمي، تهانينا والناموس للجميع.